من عنصر الجمهور في تأثيره على النتائج في الملعب. الكلام اللي قاله المهندس عدلي في التأثير ما يحدث خارج الملعب وتأثيره على البساط الأخضر. الأهلي لعب مع بيراميدز بدون جمهور. واتقال التفسير لأن المباراة في ملعب الدفاع الجوي وهو أحد الملاعب اللي مش مسموح فيها بدخول جماهير. الزمالك هيلعب مع بيراميدز بس في بترو سبورت مباراة الزمالك، ومن ثم الزمالك من حقه إدخال جماهيره وبيراميدز يدخل جمهور عشان المباراة مش في الدفاع الجوي. طيب هنا في سؤالين، يعني الأهلي في الدور الثاني مع بيراميدز بره الدفاع الجوي لأنه هيكون ملعب الأهلي هيكون فيه حضور جماهير ولا لا؟ معناها كده ده النقطة المنتظرة. الزمالك لما هيلعب بيراميدز في الدفاع الجوي في الدور الثاني مباراة بيراميدز مش هيبقى فيها جمهور؟ ننتظر. المباريات اللي أقيمت لبيراميدز داخل الدفاع الجوي وحضرها جمهور كان موقف لجنة المسابقات ولا حاجة ولا حاجة وموجودة. فده جزئية ازدواجية المعايير اللي المهندس عدلي أشار إليها، مش بس فيما يخص قرارات التحكيم في الملعب، لا القرارات الإدارية براه اللي انت بتطبقه على سين ما بتطبقهوش على صاد للأسف. هنا ده الكلام، عايزين تديره بشكل موحد بشكل واضح وبشكل صريح المسطرة على الكل، غير كده ابقى اعرفوا ان انتوا مش واقفين في المكان الصح. لان في راجل رئيس منطقه بني سويف تجرأ وقال انا ما اعرفش حاجه عن موضوع قيد عبد الله السعيد، اول قرار لمجلس الاداره اتشال اهو. ده برضو يعني حتى دي مش معموله بحنك. انا كنت اجيبه حقق معاه واقول له انت عملت كده ليه وفسر لنا معنى كلامك ومن امتى احنا محتاجين رايك مثلا. لانه طلع قال لك انا مش محتاج راي المناطق، انا عندي الباسم. تعرف القصه ايه؟ ما انا هعرفها منك دلوقتي، بس انا بتكلم لو الامور طبيعيه كانت هتمشي بشكل طبيعي. تعالى حقق معاك، انت ليه قلت كده؟ طب وانت من امتى بيتاخد راي المناطق؟ ما احنا ما عندنا الباسورد كده. ولو طلع غلطان يعتذر او يوجه له اللوم، انما اتخض من اللي قاله واروح شايله. النهارده اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره قرر اقاله الدكتور محمد زين رئيس المنطقه ليه؟ وتعيين اخر. راجل استاذ جامعي رئيس. واستاذ في الاعلام ليه؟ ليه؟ يعني انا ما اشوفهاش كده، انا يعني حتى لو مضايقني ممكن يكون هو اتصرف بطريقه فيها تسرع مثلا. الامر لا يحتمل اكثر من المساءله. وهو كرجل مسؤول اذا اكتشف انه كان غلطان وهو متسرع مؤكد كان هيطلع يعتذر. طب هل هي إقالة ولا استقالة ولا إيه ظروفها؟ لأن هي واقعة ارتبطت بقيد لاعب في توقيت غريب جدا وعجيب ومريب، والحقيقة مش مريب لأنه الريبة تحتمل هذا وذاك، لكنه أمره كان مفضوح جدا أنه يتم فتح الاتحاد، يتم كابتن مجدي عبد الغني يقول للدكتور وليد العطار الساعة 4:30 الفجر تروح الصبح تسجل الاثنين لعيبة لبيراميدز، فيكلم الكابتن هاني ابو ريده ويكلم المهندس احمد مجاهد ويكلم الكابتن احمد شوبير والكل يقول له لا مش وقته وفي مباراه داخله، والكابتن مجدي يقول له لا تروح الصبح الساعه 8 وتبلغني، ويتم الفتح والقيد. المهم قصه كبيره كشف عنها الدكتور محمد زين رئيس منطقه بني سويف لما فوجئ بانه كارنيه اللعيبه اللي منشور مذكور فيه ان منطقه بني سويف اللي هو بيراسها واللي ما يعرفش حاجه عنها، فكتب الراجل وقتها ما يوضح به موقفه ان احنا مش عايزين نكون كما الزوج اخر من يعلم، وقال ان هذه المساله مريبه جدا وعجيبه. كانت النتيجه النهارده مجلس اداره الاتحاد في اجتماعه اقال الدكتور محمد زين وعين اخرا رئيسا لمنطقه بني سويف. هل هي اقاله ام استقاله ام خلفيتها ايه؟ دكتور محمد زين اهلا بحضرتك. اهلا بك يا ابراهيم بيه. تحياتي وتحياتي المهندس عدلي القيعي. تحياتي للبشمهندس. اهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك يا فندم. اخويا دكتور انت يعني وانا عايز اقول للساده المشاهدين بس، الدكتور محمد زين يا جماعه غير انه صحفي واعلامي كبير لكنه كمان استاذ اكاديمي مرموق، هو عميد لكليه الاعلام ببني سويف، فبالتالي ما اعتقدش انه اللي بيتهمه من الاتحاد انه الراجل حب يعمل شو اعلامي، اعتقد هو اخر من يحتاج الى هذا الشو. اتفضل يا فندم. حضرتك شاهد، حضرتك طلبتني الحلقه اللي فاتت بعد الموضوع مباشره وانا رفضت ان اخرج. صحيح. الكابتن اسلام الشاطر طلبني وانا رفضت ان اخرج. ايوه. صدى البلد طلبت، اكثر من قناه طلبت، انا لان انا ما بتاجرش بموقف، انا كنت بتكلم عن مبدا عام.
كيف يتم انتساب او الساق نادي بمنطقه والمنطقه لا تعلم، ده اول شيء. ثم انتقالات لاعبين بمليارات الفلوس والمنطقه لا تعلم. ثم قيد لاعب يوم الجمعه والمنطقه لا تعلم. انا ما بقولكش ان انا ليا حق، ما اتكلمش في اللوائح، اللوائح دي لوائحهم والكتاب كتابنا وكله بنعمله بمكان والدفاتر دفاترنا ونقسم الغنيمه كيفما تشاء لنا في الاتحاد مش في المناطق. مصر دي غلبانه، عليها السمع والطاعه وعليها ان تطقطق لانها مسؤوله عن يعني ناس غلابه ما لهمش نفوذ. لكن المنطقه انا قلت مبدا ان المنطقه ما تبقاش اخر من يعلم، وتحدثت ان لو المنطقه ليها حق، انا بقول لو المنطقه لها حق انا ارفض ان تكون مجلسيه خيال مهافه، او انها تكون الزوج اخر من يعلم، او انها تكون كوبري اللي عدى عليها اي شيء. لان بني سويف محافظه كبيره وخرجت ناس كبار وفيها لعيبه كبار جدا جدا لعبوا في انديه الدوري الممتاز وكبار الاسماء موجوده. يعني بني سويف مش محافظه صغيره عشان احط اسمها والزقه. الاسيوطي كانت تابعه منطقه بني سويف اوكي، لكن مجال دول ينسبوه للمنطقه ما لقوش، فلازقوه بني سويف ماشي يعني قولوا لنا احنا مين بيقولنا؟ طب هتقيدوا لاعب زي ما انت زي ما انت قيدت السيستم معاك والباسورد معاك وكل حاجه معاك، فانت معاك تكفيل يا منطقه احنا هنسجل الفلاني او هنعمل الفلاني. طبعا الكلام ده لم يحاط به علما اي شيء. انا سالت جميع زمايلي في مجلس الاداره، سالت جميع الجهاز الاداري ولا نعلم اي شيء. فقلت يا ناس عايزين مبدا، انا بتكلم في مبدا ان المنطقه ما تكونش اخر من يعلم، وانا اذا كان هناك حقوق، اذا كان هناك حقوق للمنطقه من مقابل انتقال اللاعبين في الدوري الممتاز اللي هم يملكوه وهم بيقتسموا وبياكلوا البيضه الفرخه اللي بتزيد بيضه ده بياكلوا الفرخه والبيضه وكل شيء لوحدهم. المناطق دي غلبانه، احنا عندنا شباب بيلعب في انديه. هو بعد اذن حضرتك يا فندم، الموضوع ده فجر عندي نوع من الفضول، انا اعرف طب ايه هو المناطق، ايه دورها؟ يعني اذا كان الباسورد موجود في الاتحاد المركزي وساعة الانتقالات مش محتاج للمناطق، لماذا ما هو دور المناطق يعني؟ ده السؤال اللي كنت بساله يا باشمهندس سعادتك يا سبريم. انا بسال يعني المنطقه دورها ايه؟ قال لك ده رئيس منطقه بني سويف يجهل اللوائح، ده يجهل اللوائح، علمونا اللوائح بتاعتكم. طبعا انا الكلام ده لا اقبله تماما، لكن طبعا قول انت هذا الكلام، مفيش، ده هو بس بيهاجم. طب اعلنت اعتراضك تانية علشان سعادتك، اعلنت اعتراضك واحتجاجك، انت ليه ما اتحركتش لغسيل ماء وجهك اما كانت في مشاكل كتيره جدا للاتحاد؟ فين الشرط بتاع الاتحاد اللي ضاعت؟ فين مشكلات الطياره اللي ركبها احد اعضاء الاتحاد في قبل مباراه مهمه جدا لمنتخب مصر؟ فين فضايح كاس العالم؟ فين ليه ما اتحركتش؟ فين اللي اتعامل مع ضابط؟ معقول يا دكتور وانت راجل اعلام تسيب موضوع مهم زي تصريح حضرتك وتمسك في الحاجات الفرعيه الصغيره دي؟ شويه شنط على شويه، ده كلام برضو يا دكتور. يا دكتور المهم انت ازاي تقول كده؟ انما الحاجات التانية دي ده كلام كله ياخد براحته. يا فندم الهدف ان انا ابقى عبره للمناطق التانية، ان انا المناطق لازم تسكت، المناطق مظلومه، المناطق بيحتاجوها فقط لما يكون في مصالح المناطق دي، لكن وينتظروا بقى لما يبقى في انتخابات، لما يبقى في مش عارف ايه، لما يبقى في مصلحه تتمر، لكن غير كده بيركنوا على، انا ارفض تماما هذا. انا مش محتاج ان انا لا اتسول موقعا، صحيح، ان انا يا اما تبقى المنطقه لها راي او لا، وحتى لو ما فيهاش طب ما تغير اللوائح، اشمعنى بنغير اللوائح لصالحك انت بيكون فيها يعني غنايم، لكن لما يكون في مصالح ديمقراطيه، مصالح لبلد، مصالح للشباب، مصالح للناس، ارضاء للراي العام، ليه انت بتستفز الناس؟ بتستفز الراي العام ليه؟ وليه بتضرب عرض الحائط بكل شيء؟ وليه بتستقوي؟ يعني 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 من امن العقاب اساء الادب. صحيح. من يعاقب من؟ من يعاقب من؟ طب دكتور بعد ما حضرتك كتبت التغريده اللي فاتت وكشفت على الموضوع، حد من اعضاء المجلس تواصل مع حضرتك؟ ما فيش غير الدكتور كرم كردي اللي هو يعني اتصل بيا وحاول يراضيني وكلام يعني ويفهمني المناطق ملهاش دور والكلام ده، قلت له انا ارفض هذا الكلام حتى لو كان لائحي، انا بطالب ربما تكون ضاره نافعه
ان انا المناطق يبقى لها دور والمناطق دي مظلومه، يا اما دور يا اما لا دور. وبنادي بان يكون في اللوائح وتعديلها ان رؤساء المناطق يكونوا بالانتخاب. اذا كان رئيس الاتحاد واعضاء مجلس اداره الاتحاد بالانتخاب، ليه ما يكونش رئيس المنطقه بالانتخاب من النوادي نفسها حتى يكون في خدمه المنطقه؟ طب ايه فايدتي؟ صحيح. ايه فايدتي؟ احنا بندور على كراسي وبندور على مناصب؟ لا اسف جدا، احنا بندور على مصلحه البلد، بندور على مصلحه الشباب، بندور على مصلحه الرياضه. اذا كان هناك من يبحث عن هذا كان بيه. انا اشكرهم طبعا لان هم استضافوا بحماقه كالعاده. وانا يعني انا هديت بالاستقاله وكان ممكن ان انا اقدمها رسميا، بس انا كنت متوقع منهم هذا الغباء ان هم ينفعلوا ويقيلوني ويجيبوا واحد تاني من غير ما اعلم، لا تحقيق ولا سؤال ولا ايه. ايه التكبر ده على مين؟ تكبروا على مين؟ تعرفوا مين تعاملوا مع مين؟ انتوا بتجيبوا رؤساء مناطق عارفين من هم؟ من هم؟ ورجاله قاعده على كراسي لازم يبقى لها موقف. لكن اللي تعطي نصبه اسف جدا، ارفض تماما هذا الكلام، ولا منصب ولا رئيس اتحاد ولا رئيس منطقه ولا رئيس اي شيء. احنا بنعمل لصالح بلد، هو كلها تطوعي، احنا بناخد فلوس؟ ده كله عمل لصالح مصر. كله لصالح مصر. طب انت تم السؤال او التحقيق او نمشي؟ هم اقروني بالعكس، هم قالوا احنا بنقول الفساد بنشجع الفساد، بنشجع الفساد. اي واحد يقول كلمه حق؟ لا. طب ازاي بقى الناس تتكلم؟ ازاي الناس تقول انا غلط وانا صح؟ فين الديمقراطيه؟ يقولوا لي وهم عملوا ايه في فسادهم؟ صحيح. انا قلت كلمه حق. صحيح. ده موقف يعني محترم يعني يا دكتور. ايوه بس يعني كيف ابلغ وسبب يعني طب يعني السبب الذي سيقى يعني ايه؟ يا دكتور انا مستغرب يعني. انا طبعا اسمح لنا دكتور بس عشان اتواصل معاك يا دكتور. فاضي تماما يا دكتور. يعني اذا فكروا انهم انا بالعكس انا مبسوط ولم يحرك لي شعره، بس انا مبسوط لاني وصلت رساله للاخرين. يا دكتور محمد الناس اسكت، الناس مش هتسكت. صحيح. دكتور محمد تأذن لنا بس ان احنا عشان نبقى نحن والساده المشاهدين فاهمين ماذا حدث. هل حدث اي نوع من انواع الاستفسار، بلاش التحقيق، التواصل معاك، العتاب، اللوم، ولا المسوق بتاع تغيير رئيس المنطقه؟ ولا لوم ولا جواب ولا رساله، ده هم فوق القانون. يعني ما قالولكش سبب التغيير المنطقه ايه طيب؟ لا ابدا ولا حاجه. هو الاستاذ صلاح بدر راجل محترم وكان رئيس منطقه قبل كده وهم شالوه ورجعوه تاني. هو راجل شخصيه فاضله، انا ما بتكلمش على المواقع ولا اتمنى له التوفيق. لا ما احنا وانا بوجه رساله لكل المناطق، مش بني سويف فقط. حقوقكم لازم تاخدوها، موقفكم لازم يكون موجود. حقوق الانديه الغلابه في دوري، في المظالم، في انديه الاقاليم، في الشباب اللي مش لاقي نادي يلعب فيه، شباب يلعب على اسفلت كوره، وفي ناس بتاخد ملايين ومليارات وتروح تفتح الاتحاد يوم الجمعه وتروح. ما هو اللائحه لكن ما فيها شبهه، درعوا الحدود بالشبهات. صحيح. ليه يعني ليه لصالح مين؟ هل ده لصالح الرياضه؟ هل ده صالح نفوس الناس وتشجيع الناس والراي العام؟ ايه ده؟ انت بالعكس انت بتثير الراي العام، انت بتبلبل الناس، انت بتعمل فتنه بين الجماهير. الناس كلها سابت الموضوع كله، وقعت الانديه والمشجعين في بعضهم ده مؤيد وما لا. القصه قصه مبدا قصه حق. تستطيع انك تدير الناس كده؟ ما تستطيعش خلاص. اما انت بقى مش لاقي حد يقول لك اقف مكانك، مش لاقي حد يسالك، وانت بقى فرحان انك جبت البطوله. البطوله جت بطوله افريقيا، احنا عارفين ظروفها، ومع هذا جت باسم مصر وباسم رئيس مصر وجهوده وباسم الدبلوماسيه المصريه، مش اتحاد الكوره. اتحاد الكوره يسال عن نتائج كاس العالم، يسال عن فساد كاس العالم، يسال عن مصايب اتقفلت. قفلت الدفاتر ليه؟ يا دفاتر دفاتركم برضه واللوائح لوائحكم والاخرين يجهلوا. الله انتوا على كل شيء يعني ربنا بقى علام بيكم. شاكرين جدا، انا ارتحت جدا والله العظيم مبسوط، ومكان انا يعني ما الحمد لله ان انا خرجت منه، والحمد لله اللي بالطريقه دي. انا كان ممكن جدا ان انا اقدم استقالتي، بس انا فكرت وراتين، انا كنت عارف ان هم اغبياء وهيفعلوا هذا الكلام عشان يكشفوا نفسهم من الراي العام. شكرا دكتور محمد زين.